شنو هاي الذوقية اللي المفروض تكون عند السيد الكاظمي؟ يعني عادل عبد المهدي رئيس وزراء ضعيف، كادر مكتبه واستافه كان ضعيف في إدارة الدولة زين. بنفس الوقت يعني ما امتلك التوازن الاقتصادي الدولي، صراحة أثار حفيظة الشارع العراقي بأنه لم يكن يضع حد لكثير من المحاور الأمنية والاقتصادية والسياسية. السمة العامة في إدارة عادل عبد المهدي كانت الضعف وعدم التوازن الحقيقي في المنطقة وفي الإقليم، يعني الدول الإقليمية المحيطة. الكاظمي مع هذا الترحيب الدولي يجب أن يستثمر ويوظف بصورة صحيحة مع عدم الميل، يعني أنا قصدي أنه عدم الميل للإدارة الأمريكية على حساب الإدارة السعودية والتركية والقطر الإيراني، لا لا لا، رئيس وزراء عراقي محكوم بالتوازن، محكوم بنظام توازن وبمجتمع دولي يجب أن يعيش التوازن الصحي والبحث عن استراتيجية. حقيقة هو ذكر الرجل السيادة في بيانه، السيادة، التعاون، التوازن، بس خليني